هاي ملك، هاي شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله. شو عنا اليوم شيف؟ اليوم بالسبيشال ايفنتس عامل انا بانكيكس، بانكيكس داي. واو، خبر سعيد لكل محبين البانكيكس. 100% بتعرفي في مناسبات بالعالم بيعملوا فيها بانكيك، بسموها بانكيك داي باوروبا كثير شيء. فنحن اليوم حابين هيك ناخذ شو بيقولوا ملخص عن شو بيعملوا. في بيعملوا 1000 نوع، بس حنعمل كم نوع بنشوفهم نحن هلا سوا. اوكي، حنعمل شيء معكوسه وحار، فبانكيك مالحه. حلو. هي كلمة بانكيك يعني كيك بالمقلية بالبان، مشان هيك بسموها بان كيك. حنعمل كريب بالشوكولا بس جاتو. واو. حنعمل بانكيك مع بالباتر ميلك مع الراسبريز بالشوكولا واللوز. حنعمل شيء مع حلوم ودرة. يلا فحنبلش هلا. اوكي، اول شيء حناخذ اول عجين بانكيك اللي هي مالحه. حناخذ طحين، يعني في عنا عجينة بانكيك مالحة بس هي وحدة فيها سكر مثلاً؟ 100% بيكونوا حلوين، بس بيكونوا ملحين. هي عادة العجينة ما فيها شوية سكر وملح، بس هي السكر بيجي من الصوصات اللي بنحطها عليهم. أوكي، فهي العجينة وحدة؟ 100%. هلا حطهم بيضة، انتبه ما يقع معنا القشر بالبيض. أكيد. هنحط شوية بيكنج باودر. حط شوية سكر معهم، السكر يعطيها لون حلو للعجينة. اوكي، يعني هدول نفس العلب اللي بنشوفهم بالسوبر ماركت؟ لا، العلب هذول بيجوا جاهزين، فيهم كل الميكس جاهز، بس بتزيد عليه مي. فبيكون مختلف، اكيد هون عم نحضرهم كلهم مع بعضهم. بتحس الطعمة مختلفة عن البانكيك اللي بنحضره بالبيت؟ ممكن تكون مختلفة شوي. هيدي سماكة عجينة البانكيك. بس ما بتختلف شوي العجينة الجلوتين فري عن العجينة اللي فيها قمح؟ اكيد على طول القمح بيعطي لك مثلا انا القوه بالجلوتين، هو بيخلي هالعجينه تنفخ. بغير الطحين ما اجبرها تنفخ هالقد. في استعمل اوت ميل فلاور، الطحين الشوفان كمان بيطلع طعمته شويه مختلفه، بس انه اليوم في شخص عنده حساسيه على الجلوتين بده يلاقي وعباله بانكيك بيقدر يفش خلقه. حط ملعقه خل صغيره. اوكي، ونخفيها هيك. كنت عم بقرا عن هيدا الكرنفال تعول البانكيك، قد ايه فكرته مهضومه. يعني فعلا شايف ببلشوا بالاحتفالات من نهار مثلا الاحد، اذا كان الصيام يبلش نهار الاربعاء، وصولا لنهار الاربعاء يعني بيوصلوا الليل والنهار بانكيكس. بانكيكس وكلها على خود على اكل يا شيف، يعني حتى اسمه الثلاثاء البدين. ايه ماردي غراب هي بالفرنساوي. ايه يعني قد ايه اسمه مهضوم، وقد ايه الفكره مهضومه انه منفش خلقنا قوي، يعني حتى منفش خلقنا قبل مثلا شهر رمضان المبارك. أيه. بنعمل بيقولوا مثلا سيبانات رمضان العشاء. أيه. الاخير او الاسبوع الاخير قبل رمضان. هو فعلا على طول في بكذا حضاره موجوده هالامور، لان قبل الصيام مثلا بالبرازيل بيعملوا كرنفال. مزبوط، في ريو دي جانيرو كرنفال، جميع انحاء العالم صار في كرنفالات وصاروا يعتمدوا عليها بالسياحه 100%. بتلاقي انه في كتير مناسبات بتصير بخلال قبل الصيام حي البلد، فمنهم البانكيك داي اللي هو بيستعملوه بيعملوا بياكلوا فيه الدهون اللحوم السكريات قبل ما يوصل وقت الصيام، اللي هو مفروض بصيام شخص يعني يمتنع عن الاشياء اللي هي بيقولوا محببه له محببه. فهذا هو هذه قصه البانكيك داي. هلا احنا عم نعمل بانكيك اللي فيها كوسه وبصل وحار. اوكي، هنعمل هذا الكوسة، هذا اللي بسموه إيطالي زوكيني، بشكل كبير فيها لحم كتير، يعني لحمة الكوسة فيها فيها كوسة كتير. إيه يعني ليك الحبة أدبك، يعني فيها نسبة طيب أبيضات، عملتها شوية سكر من جوا. فيها نستعملها للمحاشي؟ ما بتزبط قد كبيرة. أوكي. المحاشي بدها تكون بس القرع، يمكن نستعمل قرع وكوسة. في محشي قرع أكيد، بس بيكون كمان حجم معين من القرع، مش الكبير كتير، لأنه أول شيء بيكونوا هالقد صغار، يعني عدل الكوسايه بتكون ما بتكون كثير كبيره.